خير يا ابوي اخلص علينا الله يبارك فيك. طال عمرك احنا نطلبك طلبه بالله ما تردنا فيها. سم تفضل. نعم طال عمرك. حلو طال عمرك جايينك ما قحمين لي دار، جايينك داقين الباب وكابين ركبه ودايسين فراشك زين ومباك على قدام وعم تاخر على ورا. شنو جايين مفاصيخ احنا دايسين على فراشك؟ يا رجال هذا مديح. خير يا ابوي في شيء؟ الله يطول عمرك. خير ان شاء الله. خير طال عمرك. خير خير. انا جايب لك ريال ما هو ريال. شنو ما يرش؟ شنو الحكي يا رجال؟ استهدف الله هذا مديح. وجايب لك ذكر ما هو ذكر. لا بقوم اطلع يا رجال. يقول يعني فحل فحل شو يا يخطب حق حصان يا اخوي. انت تبي تقول شيء؟ الله يطول عمرك. كله وش سالفته؟ انا اخوي ريال سيده. ريال ما يغشك. عطني يا ابو شيخ. يعطيك سامان سامان مضمون. نعم ريال من المسجد للبيت ومن البيت للمسجد. ترى زودها زودها والله زودها. اسكت يا رجال. هذا منو هذا يتكلم عنه؟ وش السالفه؟ وقل لي وش السالفه يطول لي عمرك. موضوع واضح على وقته يوضح عمرك. وش اللي واضح؟ انا بدري وش السالفه يا ابو شنو. خذوه. من هو اللي شلوه وخذوه؟ ايش فيك انت يا ابو؟ هو هو وافقه شلوه. إيه؟ من هو اللي هو هو وش هو؟ عني انا عني انا صاير ابو مندر. انا يخطب لي طال عمرك. الموضوع ما فيه ان هالمخلوق يا ياخذ وحده من الحريم اللي عندك. من هي؟ الله اعلم. وبغينا ناخذها طال عمرك ونخطبها لهالمخلوق هذا. رد قال مخلوق شاد يا هذا مدح. الحين يعني انتم جايين تخطبون؟ اي اي ضحك ضحك ضحك. انا والله العظيم ما لي شغل. ما ادري انت كنت والله والله اني طالع من المسجد زخني من الدراح وقال لي تعال اخطب لي. قلت يلا بنبتلش فيه. وانتم اذا بغيتوا ترى طبقوا، واذا ما بغيتوا ابوي فرقوا. طبقوا فرقوا. شو هذا صار مسؤول؟ يعني خذوه خلوه عندك. اقول والله الساعة المباركة. الله يبارك. اي والله الساعة المباركة. الله يبارك. بس ترى احنا عاد ترى عاد بناتنا يبي لهن رجال يقدرن. الله اكبر. ورجال يهتم فيهن. الله نحطهن بعيوننا، نحط هني ونمشي فيهن. اللي اقول يا ابوي انت وشلون عرفت المرأة؟ انا بعرسك طال عمرك يوم تاخذ بنتها شفتها قلبي قام يعزف على صرناي حتى سمعت الصوت. نعم طن 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 طن. شاهدوا وياي. هو لاحقنها هو وعاشقنها هو وداخل افواده هو. نعم وانا اقول ابوي خذوه. ما شاء الله. بس يا ابوي الحين انتم وش ترجعون له؟ احنا من المناقير. يعني اقول وشي المناقير انتم يا ابوي؟ احنا شيوخ المناقير. اذا ما تعرفنا اسال اهلك النبابيط اللي كانوا يصبون قهوه حق المناقير. اي نعم. احترم نفسك انت. العرب بيتي. انت تاكل تبن بيتي. لا 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 استهزى بالله. علشانك اسرطوا كلامه. رد الله. استهزوا بالله. استهزى بالله. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله. مقلول يا اخوي. كلب بين كلبين دليل بين ثلاثة قتيل. شنو هذا؟ كلب بين كلبين دليل بين ثلاثة قتيل. هذا ترى مصخة سواني كلب وقعد. هذا مثل عندنا. هذا المثل البعيد. على كل حال اسمح لي. على كل حال انتم الحنغانمة. الله اكبر. ودخلتكم البيت داخلة هذه نقدرها. الله اكبر. الله اكبر. قدر الرجاجيل يا الله يشترم يشترم. إحنا والله العظيم والله لا تحلف لا تمصدق. علشان هالحق الغالمة نقول عاد نبي نشاور البنت وعطونا أسبوع. قصر دخيلك. ها قصرها عن أسبوع شوي. قصرها يقول لي. لكم ست أيام بعد أقصر. أنت يوم تقصر أقصر بارك الله فيك. أقصر بارك الله فيك. يا ابن الحلال لكم أربعة أيام. يا ريان يا أبو لحيت غانمة طيور السعد حولك حايمة. قل لا إله إلا الله. يومين وبس يومين. قلتك أنا من رأي ساعتين. ولا تتكلم ولا كلمة. ماذا ولا كلمة. اسكت اسكت من إحسانك يا ولد. اسكت يا مخلوق. اسكت يا بني آدم. اسكت. اي والله تفضل عمك. خلاص أجل نقول يومين إن شاء الله ولعله خير. ها
ان شاء الله لعله الله يسعدك عسى خير عسى خير ان شاء الله والله ساعة مباركة ان شاء الله والله سبع سنين وهذا الثالث ان شاء الله ان شاء الله الله يحييكم بتقبلك بيض الله ريك عشاكم عشاكم تسلم تسلم الكلافة يا هلا والله العشاء يا صادق يا هلا والله وبركة بسم الله يا رجال روح يا معود روح ومع رجل يا بار من راعين بيزي ونية صخام والبارك رشوبه هي سلربت وش انتم من المناقير احنا من المناقير اللي فيها جليل الحياه